السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا. نتمنى كل شيء يكون مزيان وفرحان. أنا اليوم في مدينة ناظور، غادي نمشي لواحد السوق كاين هنا في مدينة ناظور، سوق مسروقات كيف كيسميوه هنا في ناظور، أو جوطية، جوطية ديال مصطفى بحال ما هكا كيسموه هنا في مدينة ناظور. هاد السوق هذا أو هاد الجوطية هذه كيتباعوا فيه غير داك الأشياء اللي كتكون مسروقة، اللي كتكون مسروقة وكيجيو كيعاودوا فيها البيع تمايا بواحد الثمن باهظ باهظ باهظ. وكاينين الناس، حتى كاينين الناس تما كيديروا التجارة ديالهم، كيجيبوا داك الجوطية حتى هما كيفرشوها تما وكيبيعوا ويشريوا. المهم خليكم مع الفيديو. الجوطية كيف ما كتشوفوا في الفيديو، هذه هي الجوطية أو سوق المسروقات كيف ما كيسميوه هنايا في مدينة الناظور. هاد البلاصة هادي اخوتي الأكثرية ديال الحوايج اللي كيكونوا هنايا، السبرديلات وداك التويشيات والتليفونات كيكونوا هنايا، كيكون داكشي كامل مسروق. وكاينين الناس، كاينين الناس كيديروا التجارة ديالهم وعندهم داكشي ديالهم زعما تبارك الله عليهم. وكاينين شي وحدين اخرين. انا كان فاش دخلت دابا لهاد السوق هذا، يلا دخلت جاب لي واحد السيد واحد التليفون واحد ايفون، قال لي هاك واش تشري عليا قدا قدا. المهم غير اللي عطيتيني هادي قلت له اخويا لا اخويا ما اسمح لي انا هادشي ما كنشريهش. المهم هنايا كامل كيتباعوا تقريبا، كاينين هنايا الشفاره وكاين بزاف ديال الحوايج، وكاين حتى الدعاره كاينه هنايا امام المسجد. واسمحوا لي على هاد السميه هذه اللي قلت ديال المسجد، حيت انا كيبقى في الحال باش حتى انا فاش كنشوف هاد المسجد هذا كاين هنا في مدينه الناظور، وكتشوف حال هاد الشيء ديال الدعاره، وكتشوف السرقه هنا كتباع هنايا. شنو نقول لكم؟ المهم خليكم مع الفيديو وكنشكركم بزاف، وما تنساوش ديروا لنا واحد لايك وتخليو لنا شي تعليق، واللي مازال ما اشتركش معنا يشترك معنا. كنشكركم بزاف، تحياتي اليكم. المهم اخوتي كيف قلت لكم، حيت هاد الجوطية هادي جات مور المسجد، كاين مسجد سميتو مسجد الحاج مصطفى في وسط الناظور، ومن موراها كاين هاد الجوطية هادي، ومن قبال اللي مقابل معاها كاينين عاوتاني فتيات الدعارة. داكشي زعما ما كيشوفش أموري.
الحالة ما تعجب شوفوا هنايا تزد هنايا في الكورنيش ديال الماضور، شوفوا شحال ديال الاعشاب ديال البحر ترماو هنايا. نتوما كيف ما كتشوفوا واحد كميه كبيره الاطنان ديال هاد الاعشاب هادو ترماو هنايا، حيت فاش دازت الشتا هادي وداز شويه ديال الريح وكلشي خرجوا الريح، وسبحان الله العظيم نتوما كيف ما كتشوفوا الاعشاب باقيين طريين. نتوما يلاه جمعوهم هنايا باش يجيو اصحاب البلديه يهزوهم. انتم كيف ما كتشوفوا داكشي اش نقول لكم، وفي واحد الريحه حيت هادشي غير كيتعطل، شحال ما كيتعطل كيعطي واحد الريحه خايبه. من الاحسن هاد الايامات هادو خص يحيدوا هادشي من هنايا قبل، حيت هاد البلاصه هادي سياحيه بامتياز. الناس ديال هذا هو المتنفس الوحيد اللي كاين هنا في مدينه الناظور، كيخرجوا الناس هنا يديروا الرياضه، وكاينين هنايا اللي كيجي وكيتمشاو هنايا. ومهم كيجيو هنا العائلات، وكاين بزاف ديال الحوايج هنا كيجيو مدينة الناظور. انتما كيف ما كتشوفوا هادشي باقي طري، يلا خرج من البحر. المهم هادشي انتما، هادي هي المارينا ديال الناظور، مارينا الصغيرة. هنا كاينين داك البطوات السياحية كيف ما كتشوفوا من هنايا، ومن من هاد الجهه هادي قريه الصيادين. هاد البلاصه هادي كاينين داك الفنوكات الصغار او البطوات الصغار كيمشيو كيدخلوا